كفايه انا كفايه ان بنتي انا ما بشوفهاش، مش عارف اني اشوفها، مش عارف اخدها في حضني. بنتي مش عارف اشوفها، مش عارف اخدها في حضني. ليه؟ عشان عدم ان انا ما عنديش شقه خاصه بيا اللي هي هتبقى شقتها او كده. انا قاعد زي ما انا قلت لكم، انا قاعد في شقه امي. انا ده البيت ده بتاع ليه انتهيت عيان ومريض ونايم في البيت؟ ليه ما بخرج؟ يعني كنت مع الأموات، لا كنت عارف أتكلم.